السلام عليكم. من أكثر المقاطع المؤثرة والتي تم التقاطها صدفة في كارثة زلزال المغرب، مراسل تونسي كان يأخذ بعض اللقطات للأزقة المدمرة لمدينة مراكش، وإذا به وفجأة تظهر امرأة عجوز قادمة من أحد الأزقة، وعلى مرأى من عينيه تعثرت بين الحطام وسقطت. ردة فعل الشاب كانت رائعة، أما ردة فعل العجوز كانت أروع، ومررت من خلالها رسالة مشفرة سوف نقوم بتحليلها معا. أترككم مع المقطع. لطف عليك الحاجة، لطف عليك، لطف عليك، لطف عليك الحاجة، لطف عليك، لطف عليك، لطف عليك، تنيتك، لطف عليك. بسم الله بسم الله بسم الله، لطف عليك يا الحاجة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لطف عليك، لطف عليك. لا لا، صلي على النبي، صلي على النبي، لطف عليك، لطف عليك يا الحاج، لطف عليك، لطف عليك. لا لا، صلي على النبي. مقطع إنساني ظريف يجمع بين أخلاق الحفيد وطيبوبة الجدة. تصرف الشاب كان أكثر من رائع، وهو تصرف بديهي لدى جميع المغاربة. ونيابة عن المتابعين، نشكر هذا الشاب والشعب التونسي عموما. هناك من يقول أنه لم يكن عليه تصويرها، لكن لو انتبهتم قليلا أن المرأة ظهرت فجأة فهو لم يكن ينوي ذلك. أما قضية الرسالة المشفرة من الجدة، وكيف أرادت شكر هذا الشاب بتقبيل يده امتنانا واحتراما له على مساعدتها رغم صغر سنه. والسؤال المطروح، هل كان تقبيل اليد في هذه اللحظة عبودية وخضوع؟ ألم يذكركم هذا بشيء؟ أولا يشبه كلام الحاقدين على علاقة الشعب بملكه؟ نعم، إنه كذلك. نحن لا نبرر تصرفاتنا مع ملكنا نصره الله، نقبل يده أو كتفه أو رأسه، فهذا ليس من شأن أحد، ولن يفهموا ما معنى أن تكون مغربي، وأن تقبيلنا لأيدي بعضنا ما هو إلا احتراما وتقديرا لمنزلة بعضنا عند البعض. فقبلة الشعب ليد ملكه ما هي إلا قبلة ابن ليد أبيه. أطال الله في عمر الجدة، فقد أعطتنا درسا مجانيا، وأطال الله في عمر ملكنا وحفظه الله لنا، وحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا. كان معكم عبد الكريم خطابي، مع كامل محبتي لكم، والسلام عليكم.